شعرك اسود يا هشام؟ في حد يعمل كده؟ زعقي انت كمان يا هاله، زعقي وتخلقي عليا كمان. ما هو انا الحيطه المايله اللي في البيت ده محدش فيكم بيقدر غير عليا. الله، انت عايز اقول لك ايه يعني وانت بتقول لي انك فتحت جواب جاي لابوك؟ الله، مش هشوف ابويا بيبعزق فلوسه شمال ويمين فين على غرض مجهول ده ولا ايه؟ هي فلوسه ولا فلوسك يا اخي؟ فلوسي؟ انا فلوسي خلاص خدها العزب وطار. الغرض عاوزين نلحق الراجل الكباره ده وننقذ ما يمكن انقاذه. ايوه، نلحقه من ايه بقى بالظبط؟ من الفقر، من النصب، من الضياع. ابوكي بيضيع يا هاله بقى بذمتك انت خيل عليك الحوار بتاع الدروس اللي قال ايه بيديها لابن الست اللي قال ايه كانت تلميذه عنده في المدرسه دي. بصراحه ولا فارق معي، مش فلوسه، هو حر فيها، ان شاء الله يجيب بيها حمام ويطيره. انت ترضى ان حد من عيالك لما يكبر ويسالك انت بتودي فلوسك فين؟ لا طبعا، ده انا كنت اديهم بالجزمه القديمه، بس هما مش زيي وانا مش زي ابويا. كلنا ولاد تسعه وزي بعض يا هشام. ممكن بقى تسيبني انام؟ استني بس يا هاله، ده انا قلت انت اللي عندك الحل وهتنقذيني انا وابوكي من الضياع، هتمشي من غير ما تنقذينا؟ معلش يا حبيبي، بكره الصبح اول ما اصحى بنقذكم ان شاء الله. بوسه؟ هو ده اللي خدته منك يا هاله؟ ماشي، والله ما انا ساكت غير لما اجيب قرار الموضوع ده، ومش هسافر غير لما اشوف اخرتها معاك يا بديع انت واولادك. يعني ما انتش خايف؟ رجاله ما تخافش يا ما اقصدش، ده انت راجل وسيد الرجاله، بس شكلك ابن ناس ومش وش بهدله، ودول هجامين وقطعين طرق. على نفسهم ولا يقدروا يعملوا حاجه. هتقولوا ما يعملوا يعني؟ هيبقى لو البوليس هم اللي يروحوا بونيك. هتستفيد ايه من كل ده بس؟ وشين حلوين يا ريت. بعدين الشيطان شاطر، انت قادرة طبعا. الشيطان شاطر؟ طب خلي بالك بقى، عشان الشيطان ممكن ياخدك في سكة اللي يروح ما يرجعش، زي السكة اللي مشيت فيها بعد ما امي ما ماتت. جوز امي كوش على كل حاجة ورماني في الشارع انا واختي. انت عندك اخت ماشية في نفس الكمنالة دي؟ الصلاة على النبي. امال انت يا اخويا عايزها تطلع ايه؟ دكتورة؟ ادينا بنناكب في الدنيا والدنيا بتناكب فينا. لحد ما يبان لنا اخر. ده لو في اخر اصلا. اخرتها فل. انت بنت جدعه يا ليلي. لازم لو كنا تقابلنا في ظروف غير دي كان يبقى في بينا كلام تاني. انا مش عايزه منك حاجه غير انك ترجع عن اللي انت ناوي تعمله. عشان ما تتضرش. انا خايفه عليك. اقول لك ايه؟ كملي اكلك على مالك ولحسن ما تفوق. يعني كلامي ده كان من هنا خرج من الناحيه الثانيه مش كده؟ ايوه. يعني مجيتي لحد عندك ملهاش اي لازمه؟ خليكي في حالك يا ريلي وركزي في مستقبلك. سلام. اوبا. ايوه. شكرا. بس بالراحة. كده تمام. ارتاحي بقى. لو عوزتي حاجة أنا سهران بره. إيه ده، أنت مش هتنام ولا إيه؟ لا أصل عندي شوية شغل كده هقعد أسهر عليهم. طب ما تسهر عليهم جنبي هنا. مش هعمل إزعاج خالص صدقني. وأنت من إمتى تعملي إزعاج يعني؟ أنا مش عايز أضايقك بالنور عشان لو عايزة تنامي ولا حاجة. لا لا مش هتضايقني خالص، تعالي. يسلم. وأنا طول طول أشتغل جنب حبيبتي وروح قلبي. بجد يا يحيى؟ هو إيه اللي بجد؟ يعني مفيش مرة حسيت إنك زهقت مني أو مليت. ده إيه الكلام ده بقى؟ أهو سؤال كده جه في بالي، قلت أقول لك عليه. أنت عارف أنا ما بخبيش عنك حاجة. طب خلي بالك مرتاح، أنا ما بشوفش غيرك. صاحي نايم ما بشوفش غيرك. على فكرة حتى لو شفت حقك. وأنا متنازل عنه يا ستي، أنا حر. بطلي بقى كلام أبو دم تقيل ده لحسن، والله هطلع أشتغل بره. لا لا خلاص، أنا هسكت خالص. أيوة كده، ما تجيش غير بالعين الحمراء.